مرة أخرى تتجدد الدعوات إلى إلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعتها حكومة نور المالكي مع الولايات المتحدة سنة 2008، والتي ضمنت للقوات الأمريكية وجودا طويل الأمد في العراق. الدعوات هذه المرة تأتي مدفوعة بتكرار الهجمات الأمريكية على مواقع ميليشيات الحشد الموالية لإيران فوق الأرض العراقية. من دون تنسيق مسبق مع حكومه بغداد ما عده سياسيون انتهاكا لسياده العراق بل وخرقا لبنود الاتفاقيه ذاتها بحسب رايهم ولا شك أن الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد فتحت الباب أمام التخادم الإيراني الأمريكي لسيما في مرحلة ما سمي التحالف ضد الإرهاب تلك المرحلة التي شهدت صناعة ميليشيات الحشد لتكون بمثابة القوات البرية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بينما يقدم التحالف الغطاء الجوي لحماية تلك الميليشيات في حربها ضد تنظيم الدولة غير ان مرحله التخادم التكتيكي هذه قد وصلت الى نهايتها على ما يبدو وحل محلها مرحله صراع بين الولايات المتحده وايران التي تدين لها الميليشيات بالولاء ما يعني ان كل طرف بات يريد التخلص من الاخر في سياق حاله الاستقطاب الحاد وصراع النفوذ بين واشنطن وطهران من هنا يسعى برلمانيون لالغاء الاتفاقيه مع الولايات المتحده واخراج القوات الامريكيه من العراق ليس رغبه بالسياده والاستقلال فهم يعرفون جيدا العله التي تضرب سياده البلاد وانما لاخلاء الساحه امام ايران ووكلائها في العراق بينما العراقيون في ساحات التظاهر والاعتصام يؤكدون رفض الوجود الامريكي وفي الوقت نفسه يطالبون بكف يد النفوذ الايراني عن بلدهم وبحسب نص الاتفاقية فإنه لا يمكن إنهاء العمل بها إلا بعد مرور عام كامل على إخطار أحد الطرفين للآخر برغبته في إلغائها ما يعني عمليا أن أمام الولايات المتحدة وقتا كافيا لترتيب أوراقها مرة أخرى سيما أن العراق بات على صفيح ساخن يتوقع معه حدوث تغييرات سياسية جذرية تنهي ربما النفوذ الإيراني